هرس لي كاميرتي والمايك، هرس لي المايك والحقني اللي كان معاه، وانا مازال في مركز الشرطه تحقيق. شوفوا واش راح يوقع، ولا انا عارف قطر دوله قانون راح ياخذوا حقي. نتمنى لكم توقفوا معنا في هذه الحاجه، لانه احنا من اهل الجزائر عملنا هذا الشيء. شوفوا كاميرتي راحت، شوفوا طاحت، هرسها لي، ضربها لي على الارض اللي كان معاه، ضربني الصدر بها فوق، ضربني هنا، عجبني. ان شاء الله كنت بخير. راني في مركز الشرطه، عندي تحقيق في الموضوع. اول شيء ندابس مع ايتو صامويل. راح تقولوا كيف ايتو صامويل؟ والله ندابس مع ايتو صامويل. شوفوا والله ندابس مع ايتو صامويل اللي كان معاه، هو ضربني واللي كان معاه دفعني، وانا كنقدم فيه بلاغ وهرس لي الكاميرا. كنت مصور فيه نسال فيه على قاصانو، قلت له كيفاش قاصانو ما قاصانو، وقدمت رشوه، تقلق وضربني، هرس لي كاميرتي والمايك، هرس لي المايك والحقني اللي كان معاه، وانا مازال في مركز الشرطه على التحقيق.